اهلا بكم في اهم الانباء، معكم خالد منصور. وانا شادي الفونس. اسد يصاب باكتئاب في حديقه حيوان بعد وفاه زوجته. والاكتئاب الصراحه كان سببه ان اصحابه كانوا بيعدوا عليه ويسالوه امال فين ايه مات؟ لا حول ولا قوه الا دي كانت لسه مش مهم. مصر بحاجه لقنوات ناطقه بالتركيه للرد على اساءات اردوغان. وليه تكلموا بالتركي؟ هم مش بيتكلموا سوري؟ I am very sorry. انا بتأشف جدا على الإفيه ده. حد عجبه والله. في ناس بتحب القش هناك. I love you. العرافة مفيس. روسيا ستقود العالم الذي لن يكون للولايات المتحدة مكان فيه، وأمريكا ترد مفيس حاجة تيجي كده، إيه ده يا روسي كده؟ هي قلش يا جماعة. هو مين كتب الإفيه ده يا شادي؟ انت؟ انا خصمي يومين ثلاثة لو سمحتوا على الفيلم. اتفضل. حواس لمذيع صيني، لو ما جبتش سياحة لمصر هبعت لك فرعون صغير. واضاف الصيني بسعادة واركب الفرعون. الحمد لله، أي قلة أدب بيهيصوا عليك. موتوا فيها. جميل. خبراء، الظلام طريقك للتخلص من الكرش. وده علشان ما حدش بيلاحظ الكرش في الضلمة. في ذكي جدا لو حد لاحظ. علماء هنود يكتشفون فوائد حليب الصرصار. ومعنا للتعليق على الخبر السيد صرصار الحقل عبوده، حيوه معانا يا جماعه. تعال. يعني مش هدخل. مش هتدخل ليه؟ خايف. خايف من ايه يا عم؟ تعالى. في واحد لابس شبشب ورا. مالكش دعوة بيه. مالكش دعوة، مش هعمل لك حاجة، تعالى. ولا اسمع واحدة تقعد تقول لك يا بعرف من النوم. لا محدش هيقول كده، تعالى بس ما تخافش. تعالى. حيوه يا جماعة عشان يشجعوه شوية. هو خايف. حيوه تعالى. خلاص يعني محدش هيجي جنبي؟ ازاي؟ لا 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 ما ينفعش تلمسني. ليه؟ بقرف. ايه ده؟ بايروسول؟ ايه بيرسل يا باشا؟ انت بس ايه يا باشا؟ ده مش ده، ما انت ما بتحبوش. ما بنحبوش يا باشا، انت بتصدق كلام الاعلانات ده؟ احنا بنموت فيه. ما علينا. لا مؤاخذه، بس اصل اني موسوس نظافه. خلصت؟ خلاص ورانا حلقه. ماشي، ما علينا.